تخلص الاماكن الاسئله بتاعتنا لاصحاب زور الوزير فيها مشاكل واللي انت عايز منه سواء اعتماد مالي او ايه الحلول المقترحه من خلالها. ماشي. خلاص؟ جزئيات تانيه 5000 ملحق ومشيت بقى وعايز تقرير من ياسر عمل تقرير عن المحافظه عملته خلال الفتره اللي فاتت باشتراك مع الاستاذ عمر عبد الاستاذ عمر كمان في هذه القصه. كل البرنامج السياحي اللي احنا عملناه، الشغل اللي احنا عملناه، عدد السياحين قد ايه، تقرير مفصل وكامل، عايز منه اكتر من نسخه عشان نبعتها ونشوف احنا محتاجين ايه تاني. خلاص موضوع الشاطئ العام اللي انت عايز تعمله، ما تعملوه احنا بنكلفه اللي هو يكون محمله حمله التنسيق بحضرتك، تمام، حمله مطوره على كافه الاماكن سواء اخشاب او محلات مرخصه تقوم في المسؤوليه بشكل تمام. خلاص التقرير بتاع الصف الصحي الخاص بالكوره الفريده ومحطه المعلم. عايزين برضه نشوف ايه الكوره اللي مش مدرجه